قال انا في نزاع من اول، وانا في التهديد من اول. طلقت منه، هذاك الطلاق هو ما تقبلوش. البارح خارج مع 12 نجيب لولدي ليكوش، كان تفاجئ به هو والجار ديالنا. هاد الجار ديالنا حنا في نزاع معاه. قال لي كيف ما درتي ليا فيديو حتى انا غندير لك فيديو. قلت لي انا فيديو درته لك باش نحمي راسي منك، انت راه طالع كتهجم عليا وعلى والدي. تغامز هو وياه. قال لي المهم انا غنمشي باش ما نبانش في الشاشه. بحال هكا قال لي غنمشي باش ما نبانش في الشاشه حيت انا عندي نزاع معاه، انت غتكمل المهمه ان شاء الله. اخر دي مره موتور مشى في حالاته، لا خرج معني انا بكابال، واني من شهرين راني في الطوموبيل. شكون هو هذا راجلك؟ الطليق ديالي. تاني الدار اللي كنا ساكنين فيها بحال الأسرة، بيت في السطح تما فين تكرفس عليه. حاطط جناوة في السطح موجدهم ملويهم في كتانة حمرا. دخل سد الباب، بديت كنطلبو، جبد جنوية عطاني بها للراس. قال لي حيدي جلابتك، حيد جلابتي. دار الفيديو الاول تيقول لي اش تقولي فيه، اش تقولي فيه، اش تقولي فيه، انا كامله ناسف. كنقول لي اه انا ما مزياناش، انا ما صدقتش معاك، انا غير خليني نمشي في حالاتي. ها العار، غير خليني نمشي في حالاتي. والو، سال الفيديو الاول كما على خاطره، الفيديو الثاني غيعريني فيه، هي اللي هو اللي غتحضر فيه الام ديالو. قال انا خديت لك بالطار ديالك. لا انا الله يرحم لك الوالدين ديريني بنتك. قالت لي انا ما عنديش الفاعله التاركات، بناتي ماشي فاعله التاركات، بلا ما نقول واحد الكلمه قالتها ابطات في حالاتها. تما فين غادي دوش بيه؟ في شهر 2018 شهر 3، الطلاق كان في 2019 شهر 6. هادشي اللي كاين. كنتي مجبره بانك تزوجي بيه؟ كنت مجبره بانني نتزوج بيه. شنو كان واقع؟ كان واقع اغتصاب قبل، كانت شدوه في الحبس ماشي على الاغتصاب. بقى داك التهديد، انا ما كانش في راس والديا داك الاغتصاب، بقى داك التهديد. صافي تزوج بيه. دابا عندك مع الوليدات؟ عندي وليد عنده 4 شهور، هو ما تعرفش بيه اصلا، ما حطوش في حاله مدنيه. درت ليه وراقي راسي. علاش كان كيقول لي ولد الحرام؟ شي ولدي ولد الحرام؟ اش غنحس؟ دار لي بحال شي حولي. كنقول لي دخلت عليك بالله، كيقول لي انا والله وفي كامل قوى العقليه، ما مخدر ما حتى شي حاجه غير كيكمي. كيقول لي انا والله باش غنحس؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اول حاجه قدم لي الدعم معنوي، قال لي ما تخافيش، راه ناس قبل منك و يعني العلاج راه كاين، ما عندك مناش تخافي. وراني حتى داك الدري يوسف مسكين. هاد الحمله اللي درتها في التواصل الاجتماعي كنشكر كل اللي ساهم فيها، بحيث في كل ساعه كاين 100,000 منخرط في هذا البرنامج، كل ساعه 100,000، بحيث وصلت في 10 ساعات المليون ديال منخرط في هذه الحمله، واكثر من 10,000 بارتاج. كنتمنى بلي ان هذا البارتاج يمشي كل المغاربه بدون استثناء، ويبرهنوا بلي انهم ضد هذا الشيء، من كل من الصغير من الكبير، من اي واحد، من المراه من الرجل، من اي واحد داخل او خارج المغرب. احنا باش نكونوا بريئين للمستقبل على هذه الواقعه ديال التشرميل، ولو وقفناها كاملين غادي تبقى صدقه جاريه للجميع، لان غادي نعفيو الناس من واحد المصائب اللي غادي يعيشوها. الكمال لله، حنا كنديروا واحد المجهود في اقصى درجه يمكننا نديرو. الان العمليه ديال الوجه دازت بسلام، مشيت بحثت على الغرق فين كاين وخيطت الداخل وسديت المناطق اللي مهمه خاصها تسد. والان اللي كاينه عمليه اخرى اللي غادي تجرى اليوم بالليل على العصبه ديال اليدين اليمنى اللي تقطعوا، ونتمنوا ان كل شيء يكون بخير. شكرا.